صوتك على بابي، انت السما ودنيتك اكبر من عتابي. يا فلان يلي مطر صوتك على بابي، انت السما ودنيتك اكبر من عتابي. تصور لو خلت هالديرة من عينك وش اشوف، ينبت عليها الحزن وصير انا اصير انا كالعود. لا دم صوتك ولا خلا منك مكان، لا دم صوتك ولا خلا منك مكان. يا أحلى أيام العمر، يا أغلى كلمة في الصدر، شوفت عيونك منيتي يعطيك العافية. أماني حياة. أماني حياة، مساء الخير وحياة الله معنا في عسيف. تسلم، يسعد مساكم جميعا، وتحياتي لكم وتحياتي لكل المشاهدين الكرام اللي عم يتابعونا الليلة. حبيبتي نورتينا، وانتي غنية عن التعريف ما شاء الله عليك حبيبتي. بس أنا طمعانة أسمع شيء ثاني حق ذكرى. لذكرى حاضر. احنا اليوم على فكرة اليوم بالحلقة ما راح نسأل وايد، كمان نسمع ونبي نسلط اليوم، نضرب احنا اليوم. تكرم عيونك، تكرم عيونك. يلا. إلين اليوم، إلين اليوم، وانا عندي امل فيهم، ولا مريم ولا مريم الا في تحريهم. أكيد بيوم ألاقيهم، أكيد بيوم ألاقيهم. إلين اليوم وأنا أتخيل لقانا كيف، إلين اليوم أرتب وش بقول وكيف، إلين اليوم وأنا أتخيل ادري عمري كفيهم. الله 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 الله. الصوت حبيبتي اليوم الاختيارات اللي بديتي فيهم، تصور الفنان الغدير عبد الله الرويشد، واليوم ذكرى، اختيارات جدا صعبه. اليوم اللي بيختبر نفسه كفنان يغني هذه النوعيه من الاغاني. هو مزبوط، بس انا ما تعودت اغني الاغاني السهله بكل صراحه. من أنا وصغيري وعيت على الفن، وعيت على الطرب، على الأغاني الطربية. نعم. وعيت على أم كلثوم، على عبد الحليم. أوكي. على الأغاني اللي هي صعبة أصلا. نعم. فأنت لما تغني هيك أغاني بتحس حالك مسلطن، خلص أنت عايش. نعم. أنت عايش الجو اللي أنت بدك إياه. ما في شك أنه الأغاني اللي هلأ جديدة فيها طرب وفيها أشياء كتير، بس مش مثل قبل. فانا هيدا ستيلي، هيدا اللي انا ماشي عليه، الطرب. تثقل الموهبة على النوعية من الاغاني اليوم تقريبا؟ ايه يعني. نعم. انا كل شيء بغنيه تقريبا هيدا النوع من الاغاني. اماني ما شاء الله عليك، شلون قدرتي تجيدين اللغة الخليجية؟ شوفي انا يعني ربيت بهالبلد. فهيدي بلدي الثانية. طبعا يعني الاهل والاصدقاء وهيك، ف
هيدي سبحان الله يعني بتلاقيها كمان بتيجي مع الانسان يعني. طبعا اكيد لقيت الحمد لله يعني سهله حبيبه قلبي اكيد. احنا دائما نقول هذا بيتك ومكانك. تسلم الكويت وعلى السيف بعد. تسلم تسلم هذا من ذوقك. طيب ودي انتقل معاك اليوم الى وين تروحين في الحفلات؟ حفلات اعراس وين تلقين نفسك اكثر شيء؟ هل في طلب اليوم للاعراس؟ هلا بالاعراس بينطلب طرب اكيد بس مش كل الناس، في عندك ناس بتحب انه مثلا بالفقره مثلا الناس حابه انها تتعشى قاعدين هيك حابين يسمعوا من بعد مثلا الاغاني والهيصه وهيك بيحبوا انه بالنهايه انهم يسمعوا هيك جو طربي مثل يعني اغاني معينه. لا عندنا ربعنا بالكويت هنا يحبون اغاني النقازي ايه زين ويحبون السامري عدل غنيمه مزبوط أيه. بس هلا الجو مختلف شوي بالبلد نعم. يعني في كثير ناس بتطلب بتقلك لا انا حابه اسمع طرب أيه. اعياد ميلاد مثلا بيقول لك انه حابب اسمع مثلا هيك اغاني لورده لعبد نعم. الحليم لفنانين كثير منا اغاني كلاسيك ومنا اغاني بنفس الوقت بترقص في نعم. يعني بيطلبوا انا بغني هيك وبغني هيك بس نعم. الاكثر انه اخذته لاقترب نعم. اماني بس العوائل اللي تطلبك لبنانيه ولا عوائل خليجيه وكويتيه؟ لا في خليجي والاكثر الاكثر خليجي يعني هلا كعرب رفقاتي واصحابي نعم. وهيك يعني كلنا هيدا نعم. الجو لنا بس ككويتيه لا انه بطلع مثلا اذا اعراس كويتيه اكيد نعم. بطلع مره كان في عندي مناسبه لعيد الام نعم. وانطلبت عند اصدقاء لنا كويتيين نعم. وغنيت لهم طرب وغنيت لهم ست الحبايب وغنيت لهم ما تحس انه في الاعراس شوي المجتمع الكويتي ذوقه صعب؟ ليك هو مش ذوق صعب بس خلص هو في ستيل من الاغاني ماشيين عليه نعم. عرفتي كيف؟ ما فيك تغيريه مثل احنا بلبنان نعم. احنا بلبنان اذا ما وجدت دبكه عندنا بالعرس مو عرس مو عرس في شيء ناقص صار لازم يكون في دبكه ولازم نعم. يكون في اغاني بترقص وهذا المود فهون بالكويت اكيد لازم يكون في السامري والاغاني الخليجيه والاغاني النكازيه وهالامور هاي كلها فخلص بالنهايه طبيعه البلد هيك وكل شخص فينا بده يمشي على طبيعه بلده يعني. اليوم انا قبل ما نبدا الحلقه شفتك اليوم في تحضيرات مع الفرقه الموسيقيه في كم اغنيه مزبوط انا سلطنت وانا اسمعهم ايش بتسمعين لنا اليوم؟ بنسمعكم القلوب الساهيه مع الفرقه الموسيقيه القلوب الساهية أغنية رائعة جدا أكيد القلوب الساهية حسب أشواقنا غابت وثار الشوق توما فار وثار بقلبي الساهي حنين لك بعد باقي أنا ما كنت أحس بالنال قلوب الساهية تشتاق ولا كنت أحسبك في يوم تجي وتحرك أشواقي حسبت أشواقنا غابت وثار الشوق توما فات وثار بقلبي الساهي حنين لك بعد باقي أنا ما كنت أحس بالنال قلوب الساهية تشتاق ولا كنت أحسبك في يوم تجي وتحرك أشواقي بصفحة كتابي لقيتك بأول الأوراق أنا لهي مع كتابي لقيتك كل كوراقي هلا يا حبي يا الأول هلا يا غايتي مشتاق هقيتك منك في قلبي واترك داخل أعماقي سهيت بصفحة كتابي لقيتك بأول الأوراق أنا لهي مع كتابي لقيتك كل كوراقي هلا يا حبي يا الأول
لقيتك وانت في قلبي واترك داخل اعماقي. يعطيك العافية. يعطيك العافية على صوت حبيبة قلبي. ميرسي. هل تعتبرين هذا الفن هواية أم احتراف عندك؟ هلا هو بالبداية طبعا كان بالنسبة لي هواية بس لا إن شاء الله هلا احتراف، يعني هذا اللي بطمح له أكيد. شيء وايد حلو ممتاز. أنت اليوم وينك من اليوم برامج الهواة والمسابقات قاعد توصل الفنان بطريقة أسرع، خصوصا أن هناك دعم موجود، وسائل التواصل الاجتماعي، تلفزيونات، تسليط الضوء على هذا الموضوع، ليش ما شاركت اليوم في هذه المهرجانات؟ أشوف أنا أول بدايتي كانت شاركت ببرنامج هويت للصراحة وما صار نصيب. هيدا يعني بأول سيزن من كان اسمه البروجرام سوبر ستار. سوبر ستار نعم. كان أول سيزن له. ما صار نصيب. كان في ديانا كارازون ذاك الوقت. ايوه ديانا كارازون. فوقتها مثل ما بيقولوا خلص ستوب. وقلت انا يعني اني حسيت ان التجربه كانت فاشله وخلاص وقفت. مش التجربه فاشله، شوفي هاي البرامج بتعتمد كمان على انه بدك ناس تدعمك. نعم. يعني فيها واسطه. ايه فيها واسطه. نعم. وانا كثير قالوا لي انه هيدي البروجرامات الا ما يكون فيها واسطه، يعني اوكي صوت حلو ما بنختلف عليه. اليوم الواسطه بدخول البرنامج؟ بالدخول للبرنامج. بالدخول للبرنامج أكيد. مو أكيد. بالتصويت اللي يصير ذاك الوقت كان مهم بالتصويت. بالدخول للبرنامج. بالدخول للبرنامج. أيه. نعم. فللأسف يعني لما لقيت حالي انحطيت بمثل بوضع انه مش اوكي فقلت انا بنسحب وانا بمشي بطريقي، صحيح حيكون طريق صعب. نعم. بس الحمد لله يعني بالنهايه الواحد بيطلع السلم درجه درجه. أكيد. مش من اول الطريق. بس اماني الحياه ما توقف الحين على شغله واحده، يعني ليش ما جربتي برنامج ثاني تشاركين فيه؟ ليك خلص انا مثل ما بيقولوا فت بهالمجال وصار اسمي بين الفنانين. فما حبيت انه انا كفنانه انه روح اقدم على بروجرام هوات، يعني بس هاي الفكره. طيب الانتشار اليوم سوشيال ميديا. ايوه لك موجوده بالسوشيال ميديا تتابعين. أكيد. حضورك موجود اليوم، عندك اكونت رسمي مثلا اليوم. أكيد. الناس قاعده تتابعك فيه، تنزلين فيه حفلاتك اغانيك. اكيد. نعم. اكونت على الفيسبوك. البيج امان الحياه. نعم. اكيد الحمد لله عندي كثير كثير ناس عليه. في عندك الانستغرام، السناب شات، الحمد لله في عندي جمهور الحمد لله لا باس فيه. الحمد لله. الحمد لله. وكمان يعني المواقع الانغامي، كل المواقع الالكترونيه كلها لي صفحات فيها يعني. وايد حلو. امانك كانك انت لبنانيه وعايشه الحين في الكويت، ما حسيت ان واجهتي صعوبه؟ لا ما واجهت صعوبه لانه انا حياتي هون. نعم. فخلص انا تاقلمت على الوضع بهالبلد. صارت يعني مثل هون كأني عايشة بلبنان. عرفتي كيف؟ لا ما واجهت صعوبة فيها. والحمد لله لأني أنا بغني خليجي كمان هذا الشيء ساعدني. نعم. يعني في أدي هيك وفي أدي طربي ولبناني وجبلي وكله. ما يعني أقدر أقول إرادتك حلوة ما شاء الله. احنا اليوم تكلمنا وسمعنا اغاني خليجية بس راح نسمع شوية طربي وشيء مرتب لبناني. أكيد. ولا مصري بعد هالفاصل. يا يوبي
الله يا سلام لما نسمع صوت شمس الغنيه لازم نسلطن ونستمتع يعني نستمتع وبالك يروح بعيد نجوى كرم اي طبعا يلا نكمل لا تبكي يا ورود الدار ضلك غني بغيابه ولا تبكي يا ورود الدار ضلك غني بغيابه ولما يعود من المشوار تكون الزينة عبوابه يوم يسمو عبدويلك بعد حد صليلك من قلبي الله بوديلك وعن أحلامي تحكيلك على واد شوف عيوني على واد شوف عيوني عيوني العغيابك دابو ولما يعود من المشوار تكون الزينة يعطيك العافيه اماني على الصوت الرائع غنيمه على فكره لما تسمع الاغنيه هذه لازم مباشره تروح لبنان ايه؟ تروح مطعم بردوني بزحله تغدى ايه؟ وترجع بعدين لا تروح لبنان اهلا وسهلا بتشرفوا اكيد بتشرفوا اماني شنو اهم مقومات الفنان عشان يصبح للنجوميه مقومات الفنان ليصير نجم اول شيء بده يكون عنده صوت حلو بشكل حلو يخضع عمليات التجميل لا انا مش مع هالفكرة بصراحة دايما حلو الإنسان يكون على طبيعته عمليات التجميل حلو الواحد يعملها بس إذا كان في شيء دفو خلص يعني لازم أنه ينعمل شيء من ربنا مش نحن نيجي نغير بشكلنا كرامة أنه نصير منشبه فلان أو منشبه فلان أو منشبه فلان لا أنا ضد هيدا الشيء فأنا بالنسبة لي يكون الفنان ناجح صوته أهم شيء لولا الصوت ما على طار الصوت اليوم نتكلم اليوم الراحلة رحمة الله عليها رباب ما كانت تملك الشكل ولكن كانت تملك صوت وإحساس وإحساس ما زال اليوم تسمع تسلطن مع أغاني رباب الراحلة رحمة الله عليها الله يرحمها طيب أنا ودي أنتقل لك اليوم وينك من السنجل نزلتي أغاني سنجل أكيد أنا عندي 7 أغاني سنجل أوكي بدأت بأول غنية من سنة 2010 كانت حكم القدر بعدين نفسي أرجع بعدين عملت نظرة عيني غنية يا أمي غنية يا بي في عندي مجموعة أغاني الحمد لله يعني ولقوا نجاح يعني أنا أول غنية عملت الحمد لله يعني انتشرت بطريقة كتير حلوة وكانت عم تنبيع بالسيديات المنوعات بالأسواق بلبنان فالحمد لله يعني لقيت نجاح كتير كبير كنت متوقع المردود هدف النجاح لها؟ بصراحة توقعت للغنية لأنه كلماتها كتير حلوة والغنية سهلة واللحن تاعها بيشد فالحمد لله يعني لقيت نجاح كتير حلو احنا دائما اليوم نقابل الفنانين الشباب دائما عندهم مشكلة الدعم وانت اليوم ما شاء الله سبع كليبات 7 أغاني سنجل سويتيهم شيء مو سهل أكيد المبلغ اللي دفعتيه كبير التكاليف من لحن ومن كلمات ومن الستاف الفني اللي قاعد يشتغل في هذه الغنية اليوم شلون قدرت تتصرفين في هذا الموضوع تسوين 7 اغاني سنجل مو شويه ايه شوف مزبوط هو دائما في عائق مادي بالموضوع ما في دعم انت لما بدك دعم بدك شركه انتاج انا ما عندي شركه انتاج فانا بنتج على حسابي الشخصي بس الحمد لله انا عندي مثل ما بيقولوا اصدقاء ملحنين وكتاب يعني أنا بدي أوجه لهم تحية لأنهم فعلاً ساعدوني بطريقة كتير حلوة كان الشغل بيناتنا تعاون يعني كانت التكلفة تكون جداً بسيطة وهي بس استوديو ومثل ما بيقولوا للعازفين وهيك حلو فلا أكثر ولا أقل فالأغاني الحمد لله اللي عملتها أكيد تكلفت عليها بس مثل ما بيقولوا في مين داعم من الأصدقاء يعني بس كشركة إنتاج لا وهيدا الشيء كمان كتير عم يواجه فينا صعوبة بالمجال الفني إنه أنت لأنه ما عندك شركة إنتاج الشهرة ما عم توصلها بسرعة توصل يعني أكيد طبعاً شركة الإنتاج لها تأثير كتير طبعاً لها دور أكيد أكيد أماني شنو سر الفنان العملاق جورج وسوف مات جورج وسوف أنا أول ما يعني اكتشفوني بأغنية لجورج والصوف وهني ما بيعرفوا أنه أنا بقلده بحب أنه قلد جورج والصوف فكنت صغيرة
وهيك بجامع الاولاد حوالي وقاعدة عم غني لهم. عم غني لهم انا مسافر يا امي، انا 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 مسافر يا امي ودعيني، انقليني وبحنانك زوتيني. فبالصدفة بيفكروا انه فعلا الراديو شغال، بيقعدوا بيدوروا مين اللي عم يغني، يعني انه هني ما في كان كهرباء وقتها. والله لقوني انا، انا اقول لك شغله، من وقتها انت حين غنيت جورج بسوف وانا واحد من عشاقه، انا فنبي نسمع بعد جورج بسوف. اكيد سلطان الطرب اليوم بوديع لما يمر اسمه لازم نسمع وسلطن. طبعا اكيد بنسمعكم لابو وديع، بنسمعكم انت وانا. يا ريت عنا كوخ مخبى بفي الحور والكين، وما يكون عنا كهرباء ولا جوخ، ونعيش ما يعرف حدا فينا. دبنا عغيابك دبنا خطيحة تعذبنا، دبنا عغيابك دبنا اخطي حاجة تعذبنا. يا طلع علينا مشوار يا مولى النور كاتبنا، يا طلع علينا مشوار يا مولى النور كاتبنا، يا طلع علينا مشوار دخل الله كاتبنا. لو اللي فات واللي كانوا الذكريات، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني. ليه تجرحني بكلامك؟ حليف القمر يمينه قال لك يا حلو الساعة ما شافك، حليف القمر يا قمر يا قمر يمينه قال لك يا حلو الساعة ما شافك، في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا يا روحي كملت أوصافك، يا روحي. الله الله الله، أنا لازم أقوم وتحية صراحة حبيبي، يسلم لي هالصوت هالإحساس صراحة حبيبي، غابت على الوتر الحساس. أنا بقول الله يسامحك، أنت وين وديت هنا؟ أي والله صراحة صوت جبار. ما شاء الله ما شاء الله. إنزين أماني، أنت قلتي أنا أقلد جورج وسوف، شو تقلدينا؟ صعبة هاي. لا مو صعبة، أنت قلتي أقلد. أنا قلت لك بأول ما بلشت كنت أقلده بصوته. بس هلا قليل بقى خلص، يعني ما بقى مثل قبل يعني. واحنا بنمسي على ابو وديع ونقول الله يشافيه يا رب. اكيد والله يعطيه الصحه والعافيه. تحيه كثير كبيره له، لانه انا من عشاق السلطان ابو وديع، وانا مثل ما بيقولوا يمكن مش مقفيه ولا غنيه له، دائما اول باول له و24 ساعه بسمعه. فتحيه كثير كبيره له، والله يشفيه. الله يشفيه، الله يشفيه ان شاء الله، يشفيك المريض يا رب. احنا اليوم سعدنا في لقائك، والامانه اللقاء كان جدا مميز، وانت من الاصوات الجميله اللي ان شاء الله المستقبل باهر، والقادم راح يكون افضل واجمل ان شاء الله. واحلى يا رب ان شاء الله. يعطيك العافيه، انا وايد معجبه بصوتك ما شاء الله عليك. ونبي نختم معك باغنيه حق شيرين او خليجيه اذا حابه. بنغني لكم لشيرين. كده يا قلبي يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا. كده
كده هتمشي وتسيبني واحد في الحياة والدنيا دي.